المستشفى القلب لانه ما في امكانيه تعمل العمليه للطفل الصالحه. قالوا لي في مستشفى مومباي تخصص للقلب وعنايه ممتازه جدا جدا. حصلنا فيهم ان شاء الله على الخير والحمد لله الطفله طلعت كويسه وسليمه. وكل ما نحصل واحد ان شاء الله عنده الف من القلب بنحاول نرسل لكم هنا ان شاء الله في المستشفى لانه في عنايه وفي احترام وفي تقدير وفي دكاتره على مستوى يعني في المستشفى. ونشكرهم على احترامهم وتقديرهم وعلى تواصلهم مع المرضى يعني بصفه عامه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا.